أنا عبد الجليل شارف، عضو تنسيق المجتمع المدني السلغيني. عندي رسالة قصيرة إلى سكان مدينة قلعة سلاغنة والإقليم وإلى جميع المغاربة. هزموا بيوتكم، بقاو في ديوركم، لأن كورونا فيروس خطير وينتشر بسرعة كبيرة. ندعو الجميع إلى التقيد بالتعليمات الرسمية باش كلنا نتجاوزوا هذه الأزمة إن شاء الله. تنسيق المجتمع المدني السرغيني يريد مدينة قلعة سلاغنة بزيرو فيروس من أجل سلامة ولادكم. خليكم في دياركم. السلام عليكم، هذه فاطمة القداري، هذه نصيحة لكم، ما تبقاوش تخرجوا آخر مرة، هذو راه صحابنا وخواتنا، يتجمعوا ويمشوا لدارهم. السلام عليكم، معكم عطيف القداري، عضو تنسيق المجتمع المدني السرغيني. هذه نصيحة للجميع أن هذا الوقت هذا هو الالتزام في الدار حتى تفوت هذه الجائحة. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الرضا رشيد، عضو تنسيق المجتمع المدني السرغيني. الله يخليكم، بقاو في دياركم باش تحميو رفوسكم وجيرانكم وبلادكم من فيروس كورونا كوفيد 19. عملنا وضع ديال كورونا. عبد الرزاق شكري، عضو تنسيق المجتمع المدني السرغيني. عاون بلادك خليك في دارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الغني زمام، فاعل جمعوي وعضو بتنسيق المجتمع المدني السرغيني. الإخوان بغينا إن شاء الله إقليم قلعة سلاغنة ما يسجلش إصابة بالفيروس، بغينا الإقليم يكون زيرو فيروس إن شاء الله، وهذا الشيء راه ممكن يتحقق وغادي يتحقق إن شاء الله لالتزمنا وجلسنا في ديورنا. السلام عليكم إخوان، معكم عبد الرحمن رحالي، عضو في تنسيق جمعية المجتمع المدني بقلعة سلاغنة. من أجل سلامتنا من هذا الفيروس الخبيث، خليك في دارك، حمي راسك، حمي وليداتك. باسمي وباسم المجتمع المدني السرغيني أوجه الدعوة إلى ساكنة إقليم قلعة سلاغنة بالالتزام ببيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة آبائهم وأبنائهم. اسم المجتمع المدني السرغيني، بقاو في ديوركم حفاظا على سلامة صحتكم من هذا الفيروس القاتل، جميعنا ضد كورونا. وشي عضو تنسيق المجتمع المدني قلعة سلاغنة. الفيروس كورونا فيروس خطير انتشر في العالم، انتشر بطريقة خطيرة، لهذا نهج المغرب واحد السياسة احترازية استباقية، لهذا تندعو الساكنة باش يبقاو في ديورهم وباش يحميو نفوسهم ويحميو بلادهم.